السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين، اش اخباركم؟ اش كتعاودوا؟ كلشي مزيان؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير البنات يا ربي، وجميع المتتبعات دياولي المتتبعين وجميع المسلمين يا ارحم الراحمين يكونوا بخير وعلى خير. المهم البنات، اليوم ان شاء الله حبيت نشارك معكم الطريقه ديالي في غسيل الدجاج. اليوم البنات بغيت نغسل الدجاج بالطريقه ديالي، وقلت علاش لا نشارك المتتبعات دياولي. وبالنسبه حتى للمبتدئات، عندي الدجاج البنات عاد خديتو. المهم انا خويته هنا في هذا البانيو، عندي هذا كروازي البنات تنبغيه بحال هكا للرفيصه ولا الكسكسو. نتوما البنات خلى ليا هذا مول الدجاج، عز ليا الكبيدات بوحدهم والعناق هذا، ولكن قلت مزيان بعد هذا، بعد مول الدجاج بعدا خدم معايا مزيان. المهم لان كبل كيتخلطوا ليا بحال هكا ما كيبرزطوني. دابا هادو كنخليهم حتى الاخر، عاد كنغسلهم بوحدهم تنرقدهم في القامه ديالهم بوحدهم. هذا الدجاج الرومي البنات، هذا الدجاج الرومي ان شاء الله غنوريكم الطريقه كيفاش غادي نغسلوه. بالنسبه للمبتدئات، البنات المبتدئات ماشي مشكل نوريهم، ماشي مشكل، الله يجعلها في ميزان حسناتنا والله يوفقنا جميع لما يحب الله ويرضى. المهم البنات بسم الله على بركه الله. المهم هذا الدجاج ديالنا البنات، انا راه قطعوا لي هذا بعدا واحد مول الدجاج، عاد بديت كنخدم كنتقدم من عنده. المهم كينقي كيقطعوه، انا تنجيبو البنات. المهم كيتفينا الدجاج مزيان، تنحيدو منو داك الريش ديالو البنات. المهم تنقيو مزيان، تنديرو يدينا بحال هكا البنات ما بين الجلدة والجلدة، تنحيدو دوك. المهم كتكون فيه شي حاجة هنايا ما بين الجلدة والجلدة، وكتكون هاد الشحيمة. ولا بغيتو كاع البنات هذا ديرو في التلاجة، هانتوما البنات كيكون بين الجلدة والجلدة بحال اللعاب ديالو. المهم البنات كنبقاو نقيو فيه، نحيدو الشحمة. المهم يتبقى مزيان، وهدا تبارك الله تدمر الدجاج، اللهم بارك، عندو داكشي زوين، الدجاج تبارك الله عندو زوين. المهم البنات نقيوه مزيان، انا البنات بحال هكا تنبغي نخرج ناخذ الدجاج بالزيت. المهم اللي تيبقى ليا كيدي لي واحد جوج سيمانات. صافي البنات كنحيدو هاد الجلده، انا ما تعجبنيش مع ان تنطيب في الطاجين بزاف، ملي بحال هكا الا سقات وداكشي، المهم الجلدة كتلصق في الطاجين. علاش انا تنبغي نقطعو عند مول الدجاج؟ مول الدجاج تبارك الله عندو الموس ماضي، انا راه واخا تنمضيه ما تيجينش تبارك الله بحال هداك اللي تيكون عندهم. دقة وحدة ما تيعاودش في الدجاجة، في ساطيق تما يبان لك في الصلعة. انا تنجيبها حتى انا ما لقيتليش ديك، كنبقى مضاربه انا وياه. البنات نديرو شي طاسه بحال هكا فين نجمعو هادشي دي باش في الاخر ما يتخلطش لينا هادشي، كيسد لينا لافابو. هاد الجنيوحات انا تنقسمهم بحال هكا على جوج. وين تبارك الله عنده الدجاج غزال، كي هادمو الدجاج اللهم بارك عنده الدجاج غزال نقي. كاين بعد مومين الدجاج اللي تيخلي لك الدجاج تيكرفصو تيخلي. راه والله الا صراحه البنات راه كاينين البنات اللي باقيين ما تيعرفوش يغسلوا الدجاج، وماشي غير بنات كيكونوا عيالات وما تيعرفوش يغسلوا الدجاج تمشي ولا اختي. المهم الانسان راه تيتعلم، حنا ما غاديش نعيبو على اي وحده، المهم الانسان مزيان يتعلم. دابا الحمد لله كاينين قنوات، المهم الانسان يدخل ويبحث ويسول ما فيها حتى شي باس ويعرف، ماشي ضروري الانسان تيكون عنده واي فاي ولا انسان. المهم الانسان يقلب يلقى ولا يسول، ولكن ما كاين احسن من تشوفي الطريقه.
دابا هادي انا نحيد هاد الزوائد، ثاني سول ما يديرش شي حاجه بحال هكا. دابا يجي عندك شي ضيف وداكشي، الانسان كيبغي يحمر الدجاج، وكاين شي وحدين اللي تتقام حاضين على القايم تيبغي يشوف لك هذاك واش الدجاج، واخا حنا راه الانسان ما خصوش يكون كاع بحال هكا، خصناش نبقاو نحضو بحال داكشي. كل الله يكون في عونك، كل الله يحسن عوانه، حنا ما تنعيبو على حتى شي حد. المهم الانسان مزيان يستافد، مزيان يدخل ويقلب ويستافد ويبحث، فحتى شي باس كيفاش يطاس الدجاج، كيفاش كتصيد الحاجة. المهم بحال هكا البنات لي ليش انها زايدة بحال هكا كبيرة نقصو منها. ما عنده مشكل تيقول لي كيف ما كان داك الدجاج، المهم راني غسلتو داكشي، ولكن لا الدجاج كيبغي يتغسل مزيان، الدجاج تيبغي ضروري الحامض، ضروري الملحه، ضروري. ولكن غنوريكم انا البنات طريقه الدجاج ديال الغسيل ديالتي انا، نوريها لكم. المهم هاد الريشه البنات اللي كيكون هكا ضروري نبقاو معاه تنحيدو. البنات تنبغي نحيد بحال هكا، المهم راه في الاخر كلهم غنحيد. عندي المصحف فيه شويه كيفقص، المهم هادي ضروري نحيدها. ملي كطيب كتجي زوينه، كيبان لك داك الفخيط كيجي بزاف ملي كيطيب، اللي كتكون حيده ليها لاحظوها البنات لا في القليان ولا في كل شيء. ايه البنات هادشي كنحيدو، المهم كيبقى الخيط بحال هكا تيلا قليتي وداكشي كيجي زوين. تي اللي ما تيبغيش الجلده تيحيدها، انا بعض المرات تنحيدها، ولكن بحال كيلا الا كنت غنقليه وداكشي تنحيد، الا كنت غادا بحال كنطيبو ما تنحيدهاش. من ضروري تبقى البنات ما تبقاش فيه الشحمه، ما يبقاوش فيه هادشي هنايا بحال الرياض ديالو وداكشي ما يبقاش. الجلد والجلد البنات كنخشي يدينا كنحيدو هادشي البنات، الشحمة البنات بحال حاجة لي بحال هكا باقا كبيرة نقلبو على المبصل. هاد الجنح تنقسمو البنات بحال هكا على جوج، المهم تيتنقى مزيان من دوك الرويشات اللي فيه. المهم البنات انا غنقول لكم في الاخر الطريقه اللي كتخلي الدجاج غادي يجي زوين وريحته زوينه. قلت لكم البنات هادشي ما تنخليوش،
دابا نحاول نحيدها. المهم يتنقى مزيان. الدجاج الا كان مغسول مزيان وفيه الحامض وفيه وبخص بهذه الطريقه ديال اللي كنديري انا البنات، انت هو كيطيب، انت كديري بحال هكا دابا في الكوكوط اولا فاش يلا كتبداي تنصبي فيه في الطاجين، اش كتشمي كتشمي هذيك الريحه غزاله ديك الريحه كتشميها كتشهي ديال داك الدجاج. الدجاج الا ما تغسل مزيان البنات راه كيكون داين الريحه ديالو، كتشمي غير ديك ريحه الحامض زوينه. المهم غادي نوريكم انا شنو عندي، واحد غندير فيه واحد جوج اشكال تاع الحامض، نوريكم الطريقه كيفاش غادي نرقدو ونخليه. المهم البنات هذا صافي تحيدات، ما نخلوش فيه الشحمه نهائيا، وملي كديروه في الثلاجه واحد شويه تقريبا واحد ساعه كاع ولا نص ساعه هاد الشحمه كتجمع، ما كتبقاش مشتة كتبرد كتجمع. تاخ شويه دينا هو كل البنات كنجبدو ورد تنملحة كتساعدنا البنات. سمحوا لي البنات واخا نطول عليكم الفيديو، المهم سمحوا لي بغيت كلشي ان شاء الله يعيه يفهم ويستافد، راه كنحاول زعما نزرب باش بالنسبه للمبتدئات يشوفوا الطريقه. شوف الموسد بنات بحال هكا نحيدو هادشي كامل، المهم البنات نكملوا ان شاء الله ونرجع معكم من بعد نقيه ونقول لكم اش كيفاش فاش غادي نرقدو. المهم البنات سمحوا لي الا طولت عليكم الفيديو، المهم انا رجعت معكم. المهم هاد الدجاج ديالي البنات نقيته مزيان، ضروري الملحه يتغسل مزيان 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 جيدا، تحيد منه دوك المهم دوك اللعاب ديالو والشحمه الزائده وداكشي، المهم كلشي تحيد. المهم البنات جبت واحد البانيو هنا كبير فاش غادي نمرح الدجاج. المهم البنات غنوريكم السر اللي غيخلي الدجاج تجي فيه واحد الريحه معتبره. ها هو البنات عندي البنات هاد الليمون الحامض، كاين اللي تيقول لي القارص، كاين اللي كيقول لي الحامض، كاين اللي كيقول لي الارنج، المهم كل واحد اش تيقول لي. المهم البنات راه مش عندي انا الشجره ديالو تشابط مع الشجره تجبد دابا هذا الليمون، عرفتي البنات هذا كي كيخلي الدجاج راه ما نعاودش لكم. المهم البنات هذا راه تاهي هاد الشجره هي تتنوض في الزنقه، تي كيقول لي الفشفاش، انا عندي هاد الشجره في الدار في الجرده. المهم البنات اللي لقات هذا راه ماشي مشكل، راه راه تيطيح دابا هاد الوقيته تيطيح في الارض، عرفتي البنات وتجمعوه وتبداو توصلوا به بحال هكا الدجاج، عرفتي واحد الريحه تيخلي في الدجاج. راه ما نعاودش لكم البنات، راه اللي جاو عندكم في ديك اللحظه وكلا داك الدجاج غادي يقول لكم واحد الريحه، يعني باش هاد الدجاج باش مطيبه ولا باش غاسله، عرفتي واحد الريحه كتجي هائله غزاله غزاله بزاف البنات. المهم هذا انا هذا هو السر اللي كيخلي الدجاج كيجي غزاله البنات، فيه الريحه فنه. ها هو البنات هذا هو الليمون اللي تينوض في الشجر، ما نعاودش لكم الوصفات البنات ديال هاد الدجاج ديال عفوا ديال هاد الليمون اللي اللي كيداروا به اللوجاه واليدين، عرفتي الرطوبه اللي كيخلي في اليدين والبنات وفي اليدين ديالك وفي الوجه ديالك في البشره ديالك كيجي كيخلي لك اللحم رطب غزال 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 بزاف البنات. المهم دابا ان شاء الله غندير لكم به وصفات اللوجاه والتبريمات بحال هكا في الحمام وداكشي مع الحنة والطبريمه كيجي داكشي غزال البنات بهاد الليمون هذا. المهم البنات واللي ماشي ضروري هذا ماشي ضروري، المهم البنات راه جيبها اللي الحامض راه الحامض راه معروف، المهم اللي ما عندكش هذا كاين هذا الحامض. المهم الحامض انا غندير البنات الحامض والبصله، الحامض والبصله. المهم البنات غندوز معكم الطريقه، سمحوا لي الا طولت عليكم الفيديو. بسم الله ناخذ الدجاج ديالي راني كبيره البنات باش نمرح فيه الدجاج ديالي، دوك الكبيدات والعنيقات والكوينز حتى هما البنات غسلناهم مزيان الملحه، وهذا الفروج ديالنا البنات اللي قلت لكم راه هذا بوحدو كروازي هذا الدجاج الرومي.
بسم الله البنات. المهم غندوزو ناخذ واحد البصله. المهم كتبقى فيه الريحه زوينه، ما كتخش ديك ريحه الصفر، راكم عرفتوا البنات الدجاج الصفر ديالو كيفاش كيكون. المهم بحال هكا البنات نقطعوا البصله طرونش، واخا غليظه ماشي مشكل، المهم هذيك الريحه. بحال هكا الفانيلا كبير اللي فيه الدجاج. صافي البنات ناخذ الليمون ديالنا الحامض. المهم كل واحد كيسمي تبارك الله شبعان دابا مع صبا لي الشتا مزيان شبعان. صافي البنات ناخذ بحال هكا. المهم راه مغسول هو، راه تيجمع الغبره البنات هذيك ديال الشجر وديال الهواء. المهم تتغسل مزيان، كدير ريقاش الشبكه وغسل. المهم البنات تاخذ الريحه البنات، واحد الريحه ما شاء الله غزاله غزاله البنات. كترقب بيه الحامض هكا كني الحامض كترقدوه معاه هادشي كيجي غزال. الناس اللي كيرقدوا الحامض سيترون، دابا كاين هذاك الحامض البلدي كديريه معاك كترقدي معاه كيجي غزال البنات. المهم ونديرو حتى من هذا ديالنا ديال هاد الكبيدات وهاد العنيقات. المهم بالنسبه للمبتدئات ما تبارك الله حنا المغربيات اللهم بارك معروفين بالنقا والحداقه وبغسيل الدجاج وبكل شيء، حنا كنهضروا غير على المبتدئات. صافي البنات نجي لهنا نزيد هاد الحامض اللي بقى ونحاول نشوف كاين اللي كيدير سكنجبير البنات. هو حتى سكنجبير كيجيبو غزال، ولكن البنات انا سكنجبير ما تعجبنيش كيلصق ليا في هذا. نزيد واحد الحامضه كيلصق ما تيبغيش يحيد. صافي ملي كيبقى لان كنخلي انا الدجاج مرقد واحد تقريبا واحد 3 السوايع، كنخلي بحال هكا مرقد البنات واحد 3 السوايع حتى كيشرب ليا هاد الحامض مزيان حتى كيهرى مزيان في هاد الحامض. عرفتوا البنات راه هاد الليمون راه دابا غير ملي تسالي هذا وهاد هاد القشور تيبقى وكتحكي بحال هكا على يدك كتبقاي تحكي تحكي عرفتي كيخلي لي يدي رطبي 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 بزاف. المهم البنات اللي كيدوزو حدا هاد الشجر ديال هاد الليمون راه هو بزاف تيكون نايض في الشوارع، وبان ليها طايح تهز غير وحده ولا جوج ولا جوج وتجربيهم بحال كتغسلي ملي تسالي من الكوزينه تيدو جافيل ودوزو هكا على يديها تحكو على يديها كيخلي لي يدي رطبين رطبين. ما نعاودش لكم البنات والله العظيم راه ما نبغيش نقول انا شي حاجه الا ما كنتش متيقنه منها بصراحه. راه عندي الشجره ديالي بغيت نصورها لكم، ولكن كاينين الوليدات كيلعبوا دابا في برا ما غتسمعوا حتى شي حاجه كيلعبوا بسلامتهم. الله يصلح وليداتنا وليدات المسلمين كيكونوا خارجين من المدرسه في هذه اللحظه ما غتسمعوا بودن. الله يصلح وليدات المسلمين اجمعين. دابا ندير ان شاء الله نصور لكم الشجره ديالي وما نكرهش اللي محتاجه لي تجي لعندي ونعطي لها. عندي الليمون كثير تبارك الله والده تبارك الله بزاف، ودابا كتولد في هذه الوقيته دابا في هذه الوقيته مع تي الشجر تيخلفو فين ما كانت شي شجره ماتت فوق الشتا دابا كيحيا. المهم البنات نديرو ليه بحال هكا ونخليو. دابا انا كنخليو واحد 3 ساعات صافي، ومن بعد ملي غادي ندوزو لهذا حتى هو بقينا الفرج ديالنا سمحوا لي البنات. المهم البنات ندوزو ندوزو اللي بقات لينا هاد الفروج حتى هو رقدو مزيان. هانتوما تبارك الله شحال الما في العصير اللهم بارك راه غزال البنات. حتى الناس اللي كيبغيو يديرو الحمية صحاب الريجيم راه مزيانين والله الا زوين هذا البنات، باش ملي نبغيو نطيبو فيه ملي كنبداو نطيبو في الدجاج ما يهراش كنديرو ليه ديك ها تاك تسمع ديك الطرق كنهرسو ليه هاد الضليعات باش ما يطيبش ملي كنطيبو ما يهراش. صافي تاهو نقطعو عليه البصلة. المهم هاد البصله غادي نحيدوها في الاخر ما غاديش تبقى. المهم على الريحه صافي البنات نزيدو باقه وحده الله غير الريحه ديالو البنات ما نعاودش لكم غير الريحه غزال غزال تبارك الله شحال فيه الماء. غنخلي واحد النص، ولكن عندي انا عندي المشكل ما عنديش مشكل عندي في الجرده غنخرج ان شاء الله ونحيدو. كنبغي نحكو على يديا في الليل كيخلي يديا رطبين. هانتوما البنات شوفوا الماء تبارك الله شبعان ولا غير هاد القشره غير هاد القشره ديالو كت تقدر غارة.
صافي البنات ونخليه هنا دابا، نخليه واحد 3 سوايع اللي ما يشرب لينا هذا الحامض مزيان البنات، ورجع معكم. عرفتي راه الريحه غزاله غزاله، ما بقاتش ريحه الدجاج، ولات الكوزينه دي فيها غير ريحه الليمون البنات. يلا ان شاء الله يشرب هذا الحامض وهذا البصله يترقد مزيان، وان شاء الله ورجع معكم في ملي نبغي نحيدو منه نوريكم ثاني كيفاش كان المهم النهائي. المهم البنات الدجاج ديالنا من بعد ترقد، تشوف داك الحامض والبصله، والمهم خليته واحد المده واحد 3 سوايع البنات تشرب مزيان. المهم هو درتو في الشبكه يتسقطر البنات، ها هو الدجاج ديالنا دابا ان شاء الله يتسقطر ونقادو في الميكات ونديرو في الثلاجه. المهم البنات غادي ان شاء الله نسيب معكم واحد الشهيوه بهاد الدجاج اللي غسلت. المهم البنات غنصايب معكم واحد الشهيوه بهاد الدجاج اللي غسلنا. المهم راه الدجاج مغسول على حقه وطريقه، عرفتي البنات ديك ريحه البصله وداك الحامض، المهم وداك الزنبوع باش غسلته راه ما نعاودش لكم البنات، راه واحد الريحه شهوه منها. المهم البنات غنصايبوه بسم الله. المهم هما الفخيدات ديالنا البنات كيجيو لهاد الطريقه. هما البنات غادي نثقبوهم بالموس، انا درت غير 3 الفخاده البنات. المهم غنديهم بحال هكا بسم الله. باش ندخل لهم ديك العطريه ممكن تقبوهم البنات بحال هكا مزيان. شوف البنات ملي كنتو ملي كنحيدو لهم هاد الرويس كيجي زوين، المنظر ديال الفخيد كيجي غزال. دابا انا ولفت نحيد ليه داك الراس ديال الفخد. المهم تقبوهم هكا مزيان البنات باش تدخل لينا معاهم العطريه. صافي البنات وناخذوا الدجاج ديالنا داك السدير قطعناه بحال هكا طريفات صغار باش يدخل لنا يطيب، ودخل معاه هادي اللي شنا باقي كبير نزيدو نقادو بحالهم بحال الاخرين. نتوما البنات يجيو هكا طريفات صغار جنيوحات. المهم نتوما البنات دوك الجنيوحات حتى هما كيجيو كنديروهم. المهم البنات غندير لكم فواحد التتبيله الكبيده حتى هي البنات. المهم البنات الملحه غنديو مليحه الملحه على حسب الذوق، واخا راه مغسول بالملحه البنات الدجاج ملي كتغسل الملحه. المهم البنات غادي نوريكم التتبيله اللي عندي ديال الدجاج. المهم البنات عندي هاد التتبيله هادي، ها هي البنات خلطه الدجاج لتتبيله الدجاج. المهم راه كتب هادو كيتباعو في عند المحلات اللي كيبيعو هادشي، المهم موجودات موجودين بسم الله على بركه الله. المهم هادي ديال التتبيله ديال الدجاج نديروها البنات جهد، المهم جهد واحد المعلقه كبيره. المهم التتبيله واحد الريحه فيها زوينه، المهم التتبيله ديال الدجاج. عندنا البنات شويه الهريسه، عندنا البنات البزار الابيض تاو نديرو عينا ميزاننا وعلى حسب الدجاج اللي عندنا. عندنا البنات الثوم القصابي، ها هو البنات الثوم القصابي تحت البزارة البنات طلعت ليا مع نيوفي. عندنا الثومة البنات، المهم البنات درنا هاد التتبيله كلها بسم الله على بركه الله. انا راه حوايجي تيعذبوني ملي تنبدا نخدم البنات بسم الله. المهم تندخلو مزيان، اللي عنده التحميره البنات يديرها، انا التحميره ان شاء الله غنديرها في الطحين باش غنبدا ملي غنبغي نقلي، لان هذا نبغي نقليها البنات.
المهم ضروري غيبات هاد العطريه ان شاء الله غنبيتو فيها. المهم اللي بغى يبيتو اللي بغى يخلي واحد ثلاثه د السوايع، المهم هو باش مشرب البنات كيجي زوين، باش مشرب ديك العطريه كيجي زوين. المهم خصنا ندخلو مزيان العطريه، تدخل البنات مزيان الدجاج ديالنا عرفتي ريحتو غزاله غزاله مع العطريه اللي درت فيه، ما نعاودش لكم البنات ريحتو غزاله. كاين البنات اللي بغا يدير المايونيز، اللي بغا تديرو المايونيز راه ديرو، كاين اللي كيبغي يدير فيه بيضه تخلطوها وديرها، ولكن البيضه ما تباتش البنات خاطرك تخليها واحد الساعه تقريبا صافي البنات. المهم ديرو لي بحال هكا، غادي نغطيه بواحد الميكا ان شاء الله بلا السلوفان ونديرو في الثلاجه ان شاء الله، المهم مده واحد ثلاثه السوايع ونرجع معكم باش نقليه. المهم البنات انا رجعت معكم بعد هاد الدجاج ديالنا ترقد مزيان واحد ثلاثه السوايع، انا خليتو المهم من ثلاثه السوايع اربعه السوايع كنخليوه يترقد مزيان يشرب العطريه، وندوزو البنات نوريكم الطريقه كيفاش. المهم البنات عندنا الطحين ديالنا فاش غادي نصيبوه، عندنا الطحين وعندنا العطريه، عندنا العطريه البنات عندنا البزار الهريسه الملحه و خرقوا معرق سكينجبير تحميره. المهم البنات غندو نديرو هاد الدقيق مع هاد العطريه مزيان، الملح البنات ضروري. نحكو كبين صبعنا البنات باش الا كانت شي بقى ديك التحميره و الدقيق يتخلطو مزيان. صافي البنات من بعد نخلطوهم بسم الله نبداو نجيبو هكا الدجاج ديالنا. نديرو هكا في الطحينة البنات ونحطوه. المهم البنات غنديرو كله بحال هكا في الطحين مع هاد العطريه ونحطو هنايا في الطبسيل، من بعد البنات ندوز نوريكم الطريقه الثانيه باش ما نطولش عليكم الفيديو البنات. المهم البنات حنا درنا كله في الدقيق، الدجاج كامل درناه في الدقيق، دابا غنبداو نديرو البنات. المهم عندنا هنايا واحد كاس ديال الحليب البنات، كاس الحليب وبيضه قربناهم مزيان، غنبداو نديرو بحال هكا البنات، غنحطو في هاد البيض والحليب بحال هكا ونعاودو نرجعو للطحين باش يجينا مقرمل البنات، هاد الطريقة اللي تخليه يجي مقرمل بحال الشكل ديال الكيف السي. ندوزو بحال هكا في البيض والحليب ونعاودو نرجعو تاني ندوزو في الطحين، جوج المرات كندوزو في الطحين المرة الأولى والمرة التانية البنات. ونكون البنات نديرو الزيت سخن مزيان البنات ونقصو عليها ونخليوها ونحطو الدجاج ديالنا يطيب على خاطرو، ما نزربوش عليها البنات باش يطيب لينا الدجاج مزيان، هو راه باش مزيان يترقد يبات الليله كلها هو في العطريه كيشرب ديك لاصوص لان كيهرى مع ديك الحامض وديك، المهم بحال كينقص علينا الطياب. صافي البنات نبقاو مستمرين بحال هكا
درناه المره الاولى في الطحين وحيدناه، دابا غنعاودوه في البيض والحليب ونعاودو نحيدوه. المهم الدجاج ديالنا حنا درنا منو شعيوه، المهم البنات نستمروا بهذه الطريقه ان شاء الله حتى نكملوه ونتلاقاو ان شاء الله ملي نقليو. البنات ملي دوزنا الدجاج ديالنا في داك الحليب والبيض عاودنا في الطحين، المهم هو كسالينا البنات، المهم ان شاء الله غندوزو نقليوه. المهم درنا الزيت سخن، الزيت سخن مزيان البنات، بسم الله على بركه الله، حنا الزيت ديالنا سخنات البنات. المهم غنحاولوا نقصوا عليها البنات، دابا العافيه مجهده ولكن غنقصوا باش يطيب لينا الدجاج. صافي البنات نقصوا عليه ونخلوه يطيب. المهم البنات انا رجعت معكم ملي قليت الدجاج ديالي البنات، ها هو شفتوا كيفاش كيجي البنات، المهم كيجي غزال البنات، حاولوا تجربوا والله البنات ما غتندموا عليه، عرفتي راه بحال داك الشكل ديال كيف سي، واحد الريحه معتبره والمهم والمذاق كيجي غزال البنات. المهم درت مع هاد لاصوص ها ديال البنات، كناخذوا دانون طبيعي دانون مسوس، كنديروا معاه المايونيز الموطارد ونديروا معاه زيت العود ونديروا المهم اللي بغى الزعتر، المهم كنحركوا داكشي مزيان مزيان شويه الابزار وكنبقاو نحركوا مزيان البنات، وكتطلع لنا هاد لاصوص هكا. المهم كتجي لذيذه وغزاله والهريسه البنات الحار. صافي البنات انا قدمته مع الرز، انا درت الرز، المهم راه البنات الرز كاع كتعرفوا طيبوه. المهم خديت جبانيه الرز درت معاها جبانيه ونص الماء، درت زبيده ومليحه والابزار، صافي سديت عليها البنات في الكوكوط، حتى هو راه كتجي الريحه ديالو زوينه وكيجي غزال. المهم البنات نتمنوا تجربوه. البنات والدجاج ديالنا كيجي على هاد الطريقه البنات، عرفتي كيجي باقي سخون، كيجي بحال هكا كيجي مقرمل كيجي غزال، هانتوما البنات كيجي فن، عرفتي روعه روعه البنات، جربوا جربوا البنات عرفتي، وهاد القشره ديالو باقي سخون البنات، المهم كيجي زوين البنات، جربوا الفخيدات داكشي كيجي غزال. ايوا نتمنى البنات اللي عجبته القناه ديالي يدير ليا اشتراك، يدير ليا اشتراك ويدير ليا لايك ويفعل الجرس، الله يجازيكم بخير.